سلام بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. الفيديو اليوم مكمل للفيديو اللي حطيت الأربع اللي فات عن المكملات الغذائية. كيف قلت لكم، احنا مقبلين على فصل الخريف وفصل الشتاء، تيكون الجسم سبحان الله تخرج من فصل الشتاء الى فصل الخريف، الى من فصل الصيف الى فصل الخريف، الجسم تيحس بتعب، تيحس بارهاق، وخا ما درنا حتى حاجه، وخا لم يعني ما اشتغلناش كثير او شيء. المهم دائما بين كيف كنسميها بالفرنسيه اونتر لي دو سيزون، او من سيزون لا سيزون، او من فصل لا فصل، الجسم الانسان كيتغير، خصوصا في فصل الخريف فصل الشتاء، الجسم كيحاول يقوي مناعته، كيحاول بشتى الطرق. لكن حنايا يعني خاصنا نعاونوا هذا الجسم، خصوصا الناس اللي ما عندهمش، اللي ما بيستعملوا نظام غذائي صحي وسليم، هادو يعني كيعرضوا جسمهم للارهاق، وكيعرضوا جسمهم لكثير حاجات يعني مش احنا في غنى عنها. المهم نبدا معكم الفيديو، نقول لكم ما تنساوش اللايك اللي عجبكم، خليوا لي تعاليق واستشارات، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو عشان تعموا الفائده. المهم انا اليوم أجيب لكم بعض المكملات الغذائية اللي كنستعملها. طبعا لا استعمل كل واحد، في يعني ما باخدش كله مع بعضه، بعمل بما يسمى بالفرنسية ان كور، ولا بيسمى بالألمانية كور. المهم انا غنفسر لكم، حوريكم كيف بستعمل هذه المكملات وامتى، وهيك يعني تستفادوا اكثر. المهم انا عندي عدة اشياء هنا كيف كتشوفوا هنايا، غنجبد لكم بالواحد بالواحد. اول حاجه اللي غنبغي نتكلم لكم عليها هو هذا، كنت درت عليه فيديو، هذا ممتاز 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 للشعر في البيوتين. البيوتين هذا فيغان طبعا، بيوتين فول زويغو والفيتامين سي، صراحه لقيت عليه نتيجه، ولكن مع اشياء اخرى في فيديو جاي ان شاء الله نكلمكم عليه باش ما نحرقش المراحل، لان كان عندي تساقط الشعر، وفي حاجات نفعتني كتير 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 وجابت لي نتيجه باذن الله. طبعا هذا كيف قلت لكم، هذا كاين في دي ام، كاين في غوسمان، كاين في ميلر، ثمنه 15 اورو، هذا من اروع ما يكون. كيف درت عليه فيديو، راه هو فيغان وحلال. هذا حبتين باليوم، هو كيف وريتكم في الفيديو على شكل بومبو، انا باخده الصبح، اثنين الصبح. الحاجه الثانيه اللي باخد حاليا فيتامين بي 12 او فيتامين بي 12. الناس اللي عندهم فقر الدم، الناس اللي عندهم فقر الدم هذا ممتاز ممتاز ليهم. هذا الناس اللي عندهم فقر الدم كيكونوا دائما جسم تعبان، شحوبه في الوجه من غير فقر الدم. الناس اللي ما نقص، اللي عندهم نقص فيتامين بي 12، تعب، شحوبه في الوجه، صفرار في الوجه، بيكون الوجه بيكون كثير باين عليه التعب، بالرغم انه مثلا اكون نايمه طول اليوم بس بيبان عليا تعب. فيتامين بي 12 من ممتاز ممتاز ممتاز، خصوصا احنا كيف قلت لكم على فصل الخريف وفصل الشتاء. طبعا راه كاين اللي فيه الناس اللي بيقلبوا على فيتامين بي 12، راه كاين طبعا في الدي ام فيها كل شيء اللي بغيتو. انا قربت اخلصه، هذا ابتديت به، هذا هو الاول، باخذ حبه باليوم. هما كاتبين الى حاسه بتعب اكثر، ويعني ممكن تاخذي لغايه حبتين باليوم. طبعا هذا الاولاد الصغار لا، راني وريتكم في الفيديو السابق ايموم شيء، اول شيء وريته في الفيديو الاول بتاع الاولاد الصغار من 4 سنين وما فوق، اولاد يعني صغار وكبار. هذا في الحقيقه جربته انايا تقريبا، قربت اخلصه، ممتاز. كنت بحس بتعب، وانا دائما ما بين الفصلين، اي فصل ما بين الفصول بحس بتعب، بس هذا بيعطيك يعني بيعطيك حيويه، بيعطيك نشاط. هذا كنت بستعمله هالايام هذه، كتير ممتاز للناس اللي حاسين بتعب ويعني هيك ارهاق، هذا كتير ممتاز، حبه لغايه حبتين باليوم.
بيجي على الشكل. بتحطيه في كاس مية، كاس مية تقريبا 200 ml مي تكون باردة، فباردة من الروبيني أو ها، وتشربي. الثاني هذا صراحة لسه ما ابتديته، زنك مع فيتامين سي، رائع رائع رائع. هذا كنت بستعمله أنا من زمان، بس هلا لسه ما ابتديته، أخلص الأول. أنا بعمل كور أو بعمل كور تقريبا غاية 20 أو 15 لغاية 20 يوم مثلا. ابتديت هذا تقريبا لما يخلص حوقف أسبوع وأبتدي حاجة تانية. الزنك ممتاز ممتاز للو سيستيم ايمونيتير، او يا ربي نسيت الاسم، حماية الجسم، الاسم بالعربي راح لي سبحان الله، تقوية المناعة. عارفين ان الزنك بيعطوه للناس اللي عندهم الفيروس هذا اللي كاين حاليا، هذا الفيروس اللي كاين حاليا كورونا فيروس، بيعطوهم الزنك لان هذا من اروع ما يكون لتقوية المناعة. طبعا اللي عندهم هذا الفيروس بيعطوهم الزنك مع حاجات تانيين طبعا، مع انتيبيوتيك وهيك، بس احنا عشان نقوي مناعتنا ليش ما ناخدوش احنا من هلا زنك مع فيتامين سي. رائع 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 جدا، هذا للمناعة، لتقوية الجسم، للحيوية ولا النشاط و و و و. هذا طبعا راهو فيغان، ما عرفتش فين قريتها، بس هذا فيغان. ممكن تاخدوه مع مية يا سخنة يا باردة، في 3.3 ميلي جرام من الزنك، وفي 400 ميلي جرام من الفيتامين سي، حبة واحدة فيها هذا الشيء. شنو اخر تاني يعني، هذا كاتبين عليه تيغليش، يعني حبة في اليوم مع كاسة مية 150 ml وبتتشرب. بس يا بنات، وهذا طبعا راه هو فيغان، لان قريت عليه انا بانه فيغان. بيجي على الشكل، والحبوب هاي كيف كتشوفوها، هذه هي الحبوب. رائع هذا، رائع رائع رائع. هذا بيحمي لنا الجسم تاعنا من جميع الامراض. حمايه بس مش دواء، حمايه بس، اكرر مش دواء، حمايه. الحاجه الثانيه يا بنات اللي باخذ، الملتي فيتامين. ملتي يعني فيتامينات متعدده. لا مش هذا سامحوني، هذا المغنيسيوم. طبعا المغنيسيوم ممتاز للاعصاب، ممتاز للميوسكل او العضلات، يعني اللي هذا ما فيهوش سكر، فيه نسمه السيترون، فيه 20 حبه، ما فيش سكر كيف قلت، للعضلات للاعصاب كثير 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 ممتاز المغنيسيوم. طبعا يا ريت لو تاخذوا المغنيسيوم مع فيتامين سي، بيتشربوا الجسم اكثر. المهم انا لسه ما ابتديش، بس اخلص هذا كيف قلت لكم، بس اخلص الفيتامين هذا اللي عندي بيدوز، وحستنى اسبوع وبلش الثاني. شو عندي كمان، في عندي الايزن، يا ريت ما عرفتش اذا بتشوفوا ولا لا. عندي الايزن والفيتامين سي. الايزن يعني شو، يعني الحديد، حديد زائد فيتامين سي، حديد زائد فيتامين سي. الحديد طبعا كتير ممتاز للناس اللي عندهم فقر الدم، مزيان للعظم. في واحد كمان كان قريت عليه مزيان للعظم، ما بقيتش عقل عليه كمان، لان كتير كتير اشياء عندي. هذا ايه، الايزن يعني كيف قلت لكم، الايزن يعني لو فير بالفرنسيه، والحديد بالعربيه مع فيتامين سي، عشان لما تشربي ايزن مع فيتامين سي بتتشربوا الذات وبيتشربوا الجسم تاعنا، وبتكون فوائد تاعو كثيره. طبعا في الناس اللي محافظين على نظام غذائي، يعني يحاولوا ياكلوا كتير خضار وكتير، يعني ينوعوا الاكل، يبعدوا عن الاشياء الدسمه، يبعدوا كتير عن اللحم. يعني لو لحمه اكلتوها مره في الاسبوع كفايه، السمك، فواكه البحر، هادو كلهم مهمين للذات. لو تعرفوا ذاتنا سبحان الله كيف من جوه،
كل حاجة عندنا في الجسم عندها شغلها. مثلا الكبد بي 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 بيصفي، بياخد الحاجات المزيانة أو الحاجات الكويسة من الدم، وبيشيل الحاجات اللي عامرة بالتوكسين أو بحاجات مش كويسة. الكلية عندها كمان تصفية الدم وتصفية البول كمان، أعزكم الله، بتصفي البول من التوكسين أو من الحاجات اللي مو حلوة، بتبعتها مع البول. يعني كل، سبحان الله، الله خلق الجسم كأنه مصنع. كل واحد عنده مهمة بتاعته خاصة. واحد ما بيتدخل في شغل تاني، الكبد ما بيتدخل في هذا، سبحان الله. المهم احنا عشان نساعده الجسم تاعنا، الناس اللي ما بياخدوش بالهم من أكلهم، هيك ضروري الواحد ياخد باله من الأكل. شرب الماء من الضروريات، سبحان الله. الماء بيصفي الندات من كتير حاجات، بتبان على بشرتنا، بتبان على وجهنا، بتبان على جسمنا. يعني الواحد لما ما بيشربش ماء، يعني الكلية حرام بتتهلك. لازم ضروري شرب الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. المهم هذا الحديد والفيتامين سي كتير كتير حلو. الناس اللي عندهم فقر الدم كيف قلت، الناس اللي عندهم هادو كلهم، كل شيء، هاد الأشياء كلها، للتعب، لحماية الجسم، لحماية مناعة، لتقوية المناعة. هادو يعني مثلا لو أخذتي الأيزن أو الحديد فيتامين سي 20 يوم، وقفي تقريبا 10 أيام أو 15 يوم ارجعي للتاني. بس حاجة وحيدة مهمة اللي بدي أقولكم عليها، أي واحد، في ناس بيقولك أنا شعري بيسقط كتير، ما عرفش، بدي أعمل وصفة. لا، في وصفات طبعا، بس إذا كان المشكل جواني مثلا، هذا ولو ملايين الوصفات مش هيعملوا لك ولا شيء. نصيحة مني أنا، شو بعمل تقريبا كل سنة مرة، بروح للدكتور بتاعي وبقول له تكتب لي على تحاليل دم، شوف شو اللي ناقص عندي في جسمي، يا حديد، يا فيتامين سي، يا فيتامين دي، يا. وبعدين لما بعمل تحاليل الدم بتوعي بتطلع النتيجة شو في نقص. بعدين انا بعمل، يعني باخذ الاشياء اللي عندي فيها نقص. المهم انا بنات، هادشي اللي عندي طبعا حاجة واحدة مهمة، انا راجعة فورا. عندي يا بنات حاجة مهمة كنت ناسياها، الحمد لله افتكرتها، الفيتامين دي. انا بسميه فيتامين الشمس، سبحان الله. شوفوا البلدان اللي ما فيهاش الشمس، مثل الدول الاسكندنافية اللي دايما فيها برودة وعندهم نسبة الاكتئاب رهيبة، والناس بيكونوا مراض، يعني عندهم العظم مش قوي، طبعا بياخدوا فيتامينات وهيك. بس هذا انا لقيته فين يا ربي، لقيته في غصمان، بس موجود في الدي ام، بس اونلاين، يعني ما عرفش اذا بيبيعوا. انا شفت واحد عندهم تقريبا، في واحد ب 39 اورو والتاني ب 19 اورو، بس بظن انه اونلاين. هذا نقط بيجي على الشكل، طبعا هذا طبيعي، فيتامين دي 3، فيتامين الشمس. احنا دابا ما في الشمس، خلاص الشمس راحت. شو كاتبين عليه؟ هذا بيجي على شكل نقط هيك، بناخدها. ما كاتبين هنا نقطة واحدة كل 3 أيام، أين تخوفني يدن تخيطاك، بس نقطة في 3 أيام. هذا بيقوي العظم، يعني الفيتامين دي، فيتامين الشمس مالوش، يعني هذا معروف. ولو الواحد يعني تكون عنده شمس بلاده، بالبلد تاعو اللي عايش فيها او في بلداننا العربية، طبعا ما شاء الله في عندنا شمس، يعني الواحد من الضروري يقعد فيها تقريبا من 10 الى 15 دقيقة، بس 10 الى 15 دقيقة فيها كفاية عشان الجسم تاعنا يتشرب هذاك الفيتامين الطبيعي. احنا ما عندناش هنا الشمس، يعني مضطرين ناخد فيتامين. وفي ألمانيا بيعطوها الأولاد، يعني بعد الولادة، لما يعني الست بتولد بيعطوهم حبوب صغيرة
بحبت. انا كنت كمان بعطيها للاولاد بتاعي بياخدوها، ما بقيتش عاقله اذا لغايه 3 أو 4 شهور او 6 شهور، مش فاكره، لان اولادي هلا تبارك الله صار عندهم 21 سنه. يعني هذه ما تفوتوش تخبط في واحده او نقطه واحده على الشكل. انا هحطها لكم على ايدي عشان تشوفوا، نقطه واحده بتيجي هكا اب، نقطه واحده كل 3 ايام. انا عامله عامله كالندريي، وحاطه وكاتبين كاتبه عليها امتى اخذتها، مثلا يوم الاثنين 8 او 10 اخذتها. بعمل كروا على اليوم اللي لازم اخده فيه، من الضروري هذا الفيتامين دي، بيساعد كتير 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 الجسم على كتير حاجات، منها العظم. العظم طبعا بيحمي، خصوصا السيدات اللي وصلوا لسن المينوبوز او انقطاع الدوره، عشان يحمينا من مرض اسمه بالفرنسية أوستيوبوغوز أو هشاشة العظام. هذا من أروع ما يكون، طبعا طبيعي ما فيهوش، طبيعي هذا فيجان ما فيهوش مشاكل، موجود في الدائم. أنا ما بقيتش عقل على الثمن هذا، يمكن 20 أورو أو أقل، عشان ما أقولش شيء مش مزبوط. ما فيهوش لاكتوز وما فيهوش غلوتين فراي، يعني ما فيهوش ما فيهوش لاكتوز، فيجيتاريش. اهو هو كاتبين عليه كنوخن انسانة، يعني بيحمي بيقوي العظم والاسنان والعضلات. احنا شو بدنا اكثر من هيك؟ هنايا كاتبين بان نسبة في 2008 91% من السيدات كانوا ناقصين فيتامين دي، و 82% من الرجال ناقصين كمان فيتامين دي، لان طبعا في بلدان هنا ما فيش شمس، يعني لما بتكون في شمس يعني. المهم هذا هو اللي بدي اقول، نقول لكم بنات ان شاء الله يا رب نكون ساعدت بعض السيدات، واتمنى الفيديو يعجبكم. هادو هما الاشياء اللي بستعملها انا طبعا بعد استشارة الدكتور، ضروري استشارة الدكتور، لان بعد التحاليل تاعت الدم لازم اشوف في عندي نقص، مش اجي واخذ شيء يعني حي الله يلا انا اخذ شيء. تروحي عند الدكتور تحاليل دم، وهو بيقول لك يعني هذا من حقك تروحي وتسالي عادي. انا بعملها مره في السنه، وبيعطيني مثلا شوفي نقص عندي حديد او فيتامين دي. انا اصلا بيكون عندي دائما دائما أغلبية شيء نقص في الفيتامين دي ونقص في الحديد، هادو هما الأغلبية اللي بيكونوا عندي أنا ناقصين، عارفاهم. المهم إن شاء الله يا بنات نكون يعني أفدتكم شوي. هادو هما الحاجات اللي باخدهم، كيف قلت لكم مانيزيوم، البيدوز هذا قربت أخلصه، أيزن وفيتامين سي، أي الحديد وفيتامين سي، وآخر شيء فيتامين سي عادي بس. شو خربانات وتاني زنك، هذا ضروري تاخدوه، من غير هذا ضروري يتخاد، لان بيحمينا من كتير كتير امراض، خصوصا المرض اللي موجود حاليا. مش علاج هذا، بس حماية، وكيف ما كنقولوا الوقاية خير من مليون علاج. الواحد يقي نفسه، ياكل مليح، ينام مليح، يعمل رياضة، يعمل حاجات كتير. طبعا الأكل من الضروري يكون أكل صحي وسليم لولا نفسنا والأطفالنا. أتمنى الفيديو يعجبكم يا رب، وتكونوا استفدتوا منه. نقول لكم إلى اللقاء في فيديو قادم، مع السلامة.